قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكسر الدعاء. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. يعني يا أخوانا الواحد يخلي باله من البدع، يعني أي شيء النبي عليه الصلاة والسلام ما عملهوش هو ما يعملهوش.